السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هعمل ليكم وصفة من وصفات مطبخ موني، وصفة حلوة قوي ومغذية، وهي صينية الخضار بالفراخ بصوص البشاميل اللايت المناسب للرجيم. اتمنى ان هي تعجبكم. المكونات عبارة عن ايه؟ دي صدور فراخ على حسب الكمية اللي انت عايزاها، معانا خضار مشكل بقى اللي موجود عندك، بس ده اكتر حاجة بتليق مع في الصينية دي. كوسة، يفضل ان انت تقطعي الاشكال على شكل صوابع. كوسة، جزر، بطاطس، معانا بصل عشان نشوح الفراخ. وللبشاميل، البشاميل اللايت بقى معانا معلقتين دقيق بمعلقة الطعام، زيت دوار الشمس، والتوابل بتاعتنا ملح، كزبرة ناشفة، كمون، وفلفل اسود، ومعانا طبعا لبن قليل الدسم. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنحط طاسة على النار ونبدأ الشغل بتاعنا. في طاسة على النار هنحط شوية زيت، شوية مش كتير، يعني حوالي معلقتين، وتبقى لكم المعلقتين دول هما اللي هيعملوا لنا الأكلة كلها. معلقتين زيت، ونحط البصل، ونحط ملح عشان نشوح فيه البصل. خد بالكوا ده برضو ممكن يكون الملح بتاع الأكلة كلها. وهنشوح البصلة، بعد كده هرجع لحضراتكم. دلوقتي بعد ما شوحنا البصلة زي ما حضراتكم شايفين، هنبدأ نضيف قطع الفراخ. حضراتكم ممكن تضاعفوا الكمية زي ما انتوا عايزين. بعد كده هنحط البهارات، هنضيف البهارات كمون وكزبرة ناشفة وفلفل اسود، ونقلب ونغطي على الفراخ ونوطي النار خالص لغاية لما تستوي. الفراخ بتاعتنا بقت تلات ارباع سوا. هنعمل ايه؟ في نفس الطاسة احنا هنفضي دلوقتي الفراخ دي في طبق، وفي نفس الطاسة هنعمل ايه؟ هنشوح الخضار كله في نفس الطاسة اللي هي بنفس مكونات الزيت، بواقي الزيت اللي عندنا. عشان كده بقول لحضراتكم ان الزيت اللي احنا حطيناه ده هو الزيت بتاع الأكلة كلها. هنخليها برضو تستوي تلات أرباع سوا كده، وبعد كده هندخلهم كلهم الفرن بعد ما نعمل صوص البشاميل اللايت. احنا ممكن بس نحط شوية ملح صغيرين عشان الخضار يدبل معانا بسرعة. ونوطي النار خالص ونغطيه ونسيبه ان هو يدبل وينزل ميته، هو هيستوى في الميه بتاعته. دلوقتي بقى تقريبا تلات ارباع سوا، هنضيف ليه الفراخ تاني، قطع الفراخ تاني، ونسيبهم 5 دقايق بس مع بعض. ونبدأ دلوقتي نعمل صوص البشاميل اللايت. دلوقتي هنعمل البشاميل اللايت. دلوقتي احنا حطينا هنا في كسرولة 2 كوباية لبن بمعيار المج العادي. هنضيف عليه دلوقتي الدقيق، حوالي 2 معلقة دقيق، ونقلبه كويس جدا. دلوقتي احنا حطيناه على النار وهنبدأ ان احنا ندوب بسرعة. هو دايب اصلا، هنبدأ ان احنا نقلب بسرعة قوي. وحطينا شوية فلفل اسود وملح على حسب التذوق، ونبدأ نقلب فيه لغاية لما يبدأ ياخد قوام متماسك شوية، مش متماسك قوي لان احنا عايزينه يبقى خفيف. دلوقتي ومعانا كمان هنا الخضار مع الفراخ، خلاص تقريبا استوى. دلوقتي هنبدأ الخطوات بتاعتنا بالتدريج. الصينية بايركس والبشاميل بتاعنا جاهز اهو زي ما حضراتكم شايفين. وده الخضار بتاعنا. هنبدأ نعمل ايه؟ هنضيف الخضار للصينية. ممكن ان احنا الاول نقلبه بشوية بشاميل. الأكلة دي جميلة جدا، وأنا عاملاها أصلا لبناتي. نقلب فيها شوية بشاميل. تبقى روعة روعة روعة. نساوي بس كده الصينية. كده. ونبدأ نغطيها بصوص البشاميل. بسم الله.
دلوقتي انا غطيت وزعت البشاميل على الصينيه. بعد كده هنعمل ايه؟ هنبدا ان احنا، انا جبت بيضه وضربتها كويس قوي، وهنبدا ان احنا نوزعها على وش الصينيه. حطيت عليها فلفل اسود ونبدا ان احنا نوزعها على وش الصينيه. كده تمام قوي. انا مشغله الفرن دلوقتي، هي كده جاهزه ان هي تدخل الفرن. بيكون شكل الصينيه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن جميله جدا وطعمها رائع وفيها قيمه غذائيه عاليه جدا لاولادنا. اتمنى ان انتوا تجربوها، واذا عجبتكم الوصفه يا ريت ان انتوا تشتركوا على القناه بتاعتي، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير. وبالف هنا وشفا، وما تنسوش التعليقات الجميله يا حبايبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.